بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بنبدأ في حاول تكون آخر محاضرة في موضوع الليبيدز واللايب بروتينز. أنهينا موضوع الهايبر كوليستروليميا، موضوع الكوليسترول سواء من الجينيتك أو الانفايرمنتال. الآن ندخل على نوع ثاني من الليبيدز المهم اللي هو هايبر تريجليسرايد، اللي بنسميه هايبر تريجليسرايديميا. طبعا مفهوم إنه المقصود ارتفاع نسبة التريجليسرايد في البلد. يعني هنا بس بعض الأرقام اللي بتحكي لنا على إنه خلينا نقول الحاجة بنسميها بوردر لاين بالنسبة للتراجليسرايد من 150 ل 200 ملي جرام بير ديسيليتر. أنا بعني اللي هو إيه، حدود، إحنا لسه في الرينج بس الحد العالي من الرينج. يعني الوضع الطبيعي المفروض يكون أقل من الأرقام هذه، أقل من 150 أو أقل من 200، حسب المجتمع بيختلف النسبة من مجتمع لمجتمع. من 200 ل 500 بنعتبره هاي، طبعا اكثر من 500 بنعتبره فيري او سيفير هاي او فيري هاي. يعني السبب في الهايبر تريجليسرايديميا ممكن يكون جينيتيك اب نورماليتيز، في الحاله هذه بنسميها فاميليال هايبر تريجليسرايديميا. طبعا احنا اعطينا نفس الرمز اف اتش لما كنا بنحكي هايبر كوليستروليميا او فاميليال هايبر كوليستروليميا. هنا اف اتش اللي هي فاميليال هايبر، طبعا ممكن تحط وراها كوليستروليميا اذا كنا بنحكي على الكوليسترول، او فاميليال هايبر تحط وراها التراجليسرايد اذا بنحكي عن التراجليسرايديم. ممكن يكون السبب طبعا جينيتيك، مرتبط باي اشياء او اي عامل او اي انزيم بتعامل مع البروتين او مع الدهون تحديدا زي اللايبيز على سبيل المثال. وممكن يكون سبب سكندري لاذر ديزيز او اذر هرمون مثلا، يعني لانه الهرمونات زي ما انتم بتعرفوا اللي هي شغل او جزء كبير الشغل الاساسي بتعلق بالميتابوليزم بتاع اللي هو الدهون، خاصه اذا كان اللي هو ايه في حاله فاستنج او عدم فاستنج. يعني ايش السكندري للشغل اذا ما كانش متوفر كربوهيدرات، محتاجين نستخدم الدهون بطبيعه الحال كمصدر الانرجي، وهذه المساله تخضع لشغل اللي هو ايه الهرمونز. يعني من ضمن الهرمونز المتعلقه بشغل الميتابوليزم بتاع الدهون البنكرياس، الانسولين على سبيل المثال بطبيعه الحال، البنكرياس هو بيحكي على الانسولين او الجلوكاجون بطبيعه الحال، الادرينال جلاند، بتويتر جلاند، والدايبيتس ميلتاس والنفروسس، كل الاشياء هذه اللي هي ممكن يكون سكندري عنها حكايه الهايبر تراجليسرايديميا. كمان بالنسبه للدايبيتس، ايش علاقه الدايبيتس ميلتاس بالهايبر تراجليسرايديميا؟ خلينا نقول نسبة أو زيادة السكر في حكاية الدايبيتس ميلتاس بتأدي بتعمل شيفتنج في الجلوكوز، بروح لحاجة اسمها بنتوز باثوي. أكيد أخذته بتذكر من البايكيمستري، البنتوز باثوي اللي هو إيه بينتج عنه السكريات الخماسية، وهذا مش موضوعنا. عامل تاني بينتج عنه اللي هو إيه NADPH، واللي هو بيدخل في تصنيع اللي هو إيه الفاتي أسيد. عشان كده احنا بنوفر في حكايه الدايبيتس بسبب الهايبر جلايسيميا بنوفر ماده او احد المواد المهمه لتصنيع اللي هو ايه الفاتي اسيد اللي هو ايه NADPH. في الرينال فيلير هنا في مشكله في عمليه اللي هو الكليرانس او الريموفال للارج موليكولز، وهنا بنحكي على الدهون بالتاكيد. يعني عشان كده بتجمع لنا كميات كبيره صعب ازالتها او عمليه الكليرانس لها من خلال الكدني، عشان كده ايش بتتجمع لنا في ايه بتتجمع في البلاد. يعني بشكل عام الهايبر تريجليسرايديميا هي عمليه امبالانس، عدم توازن ما بين السينثيسيز والكليرانس للفي ال دي ال. خدوا بالكم نسبه كبيره من موجوده في الدهون من الدهون اللي هي طبعا من الفي ال دي ال، احنا قلنا بتتعلق شغل الفي ال دي ال اللي بتحمل اندوجينوس فات او اندوجينوس تريجليسرايد. هنا اذا في مشكله في الميتابوليزم بتاع الفي ال دي ال، سواء مشكله زياده في التصنيع او نقص في الكليرانس، يترتب عليها حاله من الايش الهايبر تريجليسرايديميا. بالنسبه للوضع يختلف الكالومايكرون، كنا بنحكي الكالومايكرون بيتعلق بالاكزوجينوس، وما زاد عن الكالومايكرون بيتخزن في الايه في الاديبوز تيشو. بمعنى زياده الكالومايكرون اللي هو عباره في دهون صحيح بس بتتخزن في الاديبوز تيشو غالبا، يعني مش موجوده في البلاط او بنسبه اقل، بينما في البي ال دي ال الزياده تنعكس على زياده اللي هو دهون في البلاط، وهكذا. هذا منبع الاختلاف ما بين الكالومايكرون والبي ال دي ال. بالنسبه للتراجليسرايديميا يعني خلينا بنعتبرها نط او اندبندنت ريسك فاكتور فور كورناري هارت ديزيز، يعني بحد ذاتها ما هياش عامل مرتبط بشكل وثيق، بحد ذاتها بحكي التراجليسرايد ما هياش عامل مرتبط بالايه
بشكل مباشر بالكورونري هارت ديزيز الا اذا كان مصاحب معها اللي هو ديفيشنسي او ديكريز اتش دي ال. يعني عشان يكون ارتباط موجود ارتباط قوي ما بين الهايبر تراجلسيريديميا والكورونري هارت ديزيز لازم يكون موجود معها كمان مع المساله هذه اللي هو ديكريز او ريدكشن في الايه في الهاي دنسيتي لايبوبروتين. هنا بيكون الارتباط اقوى مع اللي هو ايه مع الكورونري هارت ديزيز. بحكي لنا كمان وبنعيد النقطه هذه النمبر اوف هرمونز متعلق شغلها او بعمليه ميتابوليزم للدهون وبالتالي الهايبر تراجلسيريديما زي الانسولين جلوكاجون هذول بتوع البنكرياس زي جروث هرمون والاي سي تي اتش ثايروتروبين ابنفرين والنور ابنفرين على سبيل المثال مر معنا واكيد بنتذكر اللي هو احد الانزيمات اللي هو اللايبيز اللي سميناه هرمون سنسيتيف لايبيز. طبعا سميناه هرمون سنسيتيف لانه شغله شغل الهرمون بنشط او بزيد بفعل الهرمون زي جلوكاجون والجروث هرمون والثيروتروبين والابنفرين والنور ابنفرين على اعتبار انه اثناء الجوع او اثناء الفاستنج وما فيش اناف كربوهيدرات هنا الهرمونز هذه بتشتغل بزياده وبالتالي بتنشط شغل الانزيم اللايبيز اللي موجود تحديدا بيشتغل على الدهون اللي موجوده في الايه في الاديبوز تيشو. اكد كمان مره بيشتغل على الدهون الموجوده في الاديبوز تيشو عشان كده في نقص لما يكون في نقص كيال الكربوهيدرات هنا بيكون اللي هو الاديبوز تيشو مصدر مهم للانرجي بفعل التراجلسيرايد اللي مخزنه فيه واللي بيشتغل عليها اللي هو ايه هرمون سنسيتيف لايبيز واللي بنشطه بالتاكيد كمان مره نرجع لهرمونات زي الجلوكاجون والابنفرين والنور ابنفرين. يعني كل الهرمونز هذه بتشغل نشط الانزيم الهرمون سنسيتيف لايبيز. خلينا نقول اللي هو حتى لو حكينا على سيفير هايبر تراجلسيريديميا والمقصود اكثر من 500 ملغ بير دي سي لتر نوت اسوشييتد او يوجوال نوت اسوشييتد وذ كورناري او ريسك اوف كورناري هارت ديزيز لكن خلينا نقول يترتب عليها الهايبر تراجلسيريديميا مشكله ثانيه اللي هي البنكرياتايتس ريكارنت بنكرياتايتس التهابات البنكرياس. وعشان كده جزء من العلاج والتشخيص بتاع البنكرياتايتس اللي هو جزء من العلاج انه ايش نقاوم او نحد من حاله انعطى الشخص اللي هو ايه ادويه تقلل نسبه التراجلسيرايد لانه في ارتباط وثيق ما بين الهايبر تراجلسيراديميا والريكارنت بنكرياتايتس. يعني خلينا نقول سيفير هايبر تراجلسيريديم ايش السبب الجينيتيك يعني ممكن يكون ديفشنس في الانزيم اللي بتعامل بشكل مباشر مع التراجلسيرايد اللي هو لايبوبروتين لايبيز او ديفشنس في احد الفاكتورز بتتذكروا ايبو سي 2 اللي هو فاكتور لللايبوبروتين لايبيز في طبيعة الحال يعني ديفشنس المشكله في الانزيم او في الفاكتور اللي بيلزمه يعني هنا في مشكله في اللايبيز طبعا كده ما بنقدرش نشتغل على تراجلسيرايد وبالتالي ايه بتضل محوشه تراجلسيرايد بمعنى اخر ما بتتفككش لعناصرها اللي هو الفاتي اسيد يعني خلينا نقول لو زي ما كان نورمال لايبوبروتين لايبيز هيدرولايز تراجلسيرايد اللي موجوده في الكايلومايكرون والبي ال دي ال لانه هذول مصدر كايلومايكرون والبي ال دي ال مصدر تراجلسيرايد بشكل اساسي طبعا هذا للاكزوجينس الكايلومايكرون والبي ال دي ال الاندوجينس بتذكر يعني في طبيعة الحال اللي هو ايه ما دام في مشكلة في التعامل مع الدهون التراجلسيرايد سواء في الكايلومايكرون والبي ال دي ال هنا ما فيش عشان ينتج منها فاتي اسيد كمصدر الانرجي هنا بتتخزن او بتتحوش الدهون او بترتب عليها انه ايه مستوى عالي من التراجلسيرايد. طبعا الاساس بفعله اللي هو ايه الديفيشنس في اللايبوبروتين لايبيز او الكوفاكتور بتاعه. يعني خلينا نقول اللي هو ايه ديفشنس في اللايبوبروتين لايبيز او الفاكتور بتاعه اللي هو خلينا نقول كيب كايلومايكرون فروم بينج كليرد اند كليرد اوت يعني ما فيش هنا انزيم او يشتغل على التراجلسيرايد الموجوده في الكايلومايكرون وبالتالي بتتوقع انه ايه حتى لو الشخص كان فاستنج بنلاحظ انه ارتفاع في نسبه الكايلومايكرون والتراجلسيرايد حتى لو بعد فاستنج. عشان نوضح المعلومه هذه احنا عارفين انه الكايلومايكرون بتعامل مع الاكزوجينس فات بمعنى اخر وعشان كده المساله هذه مرتبطه عمليه التستنج للكايلومايكرون مرتبطه بالفاستنج يعني لازم واحد يكون فاستنج لانه احنا بنتعامل مع الاكزوجينس او الداتريفات في الكايلومايكرون. لكن الناس هذول اللي عندهم ديفشنس في اللايبيز او الفاكتور بتاعه ايبو سي 2 الناس هذول هيطلع عندهم كايلومايكرون عالي حتى بعد فاستنج
12 ل 14 ساعة لسبب بسيط. الآلية أو الإنزيم اللي بده يتعامل مع اللايبز مع التراجلسرايد الموجود في الكايلوماكرون مش موجود، وبالتالي حنتوقع هذا الكايلوماكرون مرتفع حتى بعد عملية اللي هو إيه، بعد عملية الفاستنج. تريتمنت للهايبر تراجلسرايديميا، خلينا نقول اللي هو بداية الدايتري الأكل يعني خاصة بتوع الكايلوماكرون، نحكم في الأكل يعني بطبيعة الحال، فيش اويل، احيانا ممكن اللي هو تراجليسرايد لاورينج دراجز، العلاجات اللي بتخفض نسبه اللي هو التراجليسرايد زي مثلا الفايبريك اسيد والديريفاتيفز بتاعته يعني. طبعا هذه بتنعطى العلاجات لما يكون تراجليسرايد عالي، وبزياده كمان لما يكون تراجليسرايد عالي مع وجود نسبه منخفضه اللي هو للاتش دي ال. طبعا ربطنا اثنين هذول مع بعض، هايبر تراجليسرايديميا واللو اتش دي ال مع الكورناري هارت ديزيز. عندنا مصطلح مشكلة تانية ومرض تاني ديزيز تاني كومبايند هايبر ليبيديميا. طبعا هنا ممكن من المعنى بنحكي سواء الكوليسترول والتراجلسرايد مع بعض، ارتفاع في الكوليسترول والتراجلسرايد مع بعض يعني. خلينا نقول واحد من الأشكال هذه اللي عبارة عن جينيتيك ديزيز، ممكن يكون واحد منها وان جينيتيك فورم اللي بنسميها فاميليال كومبايند هايبر ليبيديميا يعني اللي هو جينيتيك. ممكن الناس هذول يكونوا كوليسترول اعلى بزياده شويه، ممكن يكون تراجلسرايد اعلى بزياده شويه، وممكن يكون اثنين طلعات يعني. في الحال المبتدأ اثنين عاليات الكوليسترول او تراجلسرايد، بس لما بعد الكوليسترول اعلى ممكن يكون زياده بتكون اكثر في الكوليسترول او زياده تكون اكثر في التراجلسرايد، وممكن يكون اثنين كمان مره عاليات مع بعض يعني. اكيد السبب يعني منطق انه يكون اكسسيف هيباتيك سينثيسيس اوف ايبو بي بروتين، ايبو بي 100 اللي هو الميجر ايبو بروتين اللي موجود زي ما بتتذكروا في ال دي ال والفي ال دي ال، عشان كده بنصنع بزياده يعني. واكيد ما دام خاصه المساله مرتبطه كمان اللي هو تراجلسرايد عالي مع كوليسترول عالي والال دي ال عالي بطبيعه الحال، اكيد الجماعه دول عندهم هاي ريسك شانس انه يكون عندهم كورناري هارت ديزيز. هذا وان جينيتيك فور بطبيعه الحال، هنا بيكون المشكله اكسسيف برودكشن للايبو بي بروتين. مشكله ثانيه والجينيتيك الثانيه وهذه مرت معنا، فاميليال ديسبيتالايب بروتونيما او اذا بتتذكروا تايب 3 هايبر لايبو بروتينيميا. بتتذكروا كنا بنحكي الجماعه هذول عندهم ايه مشكله الايبو اي الايزوفورم اللي هو بيكون الايبو اي ما هوش صح هو اللايجند، خدوا بالكم البي 100 هنا لايجند للال دي ال ريسبتور، وكمان هاي لايجند الثاني اللي هو الايبو اي 2 الايبو اي. بس هنا المشكله الناس هذول اللي عندهم تايب 3 هايبر ليبيديميا او اللايبوبروتينيميا، الايزوفورم الايبو اي اي الهوموزايجوس للايبو اي اي 2 تحديدا يعني اللي هو بيكون لايجند ضعيف لايش؟ للال دي ال ريسبتور، ولذلك بنلاحظ انه ايه ما بيتاخدش الال دي ال بشكل مناسب. عشان كده بيترتب على المساله هذه انه ما قبل اللي هو ايه الال دي ال حنلاحظ انه بيتجمع في البلاد. طبعا احنا بتتذكروا الدي ال اجى من ايه؟ من بي ال دي ال، والبي ال دي ال لما يتحول لال دي ال بيمر بمرحله وسيطه اللي سميناها اي دي ال انترميديت دنسيتي لايبوبروتين، واللي احيانا بنسميها في ال دي ال رامنا. وعشان كده ما دام الريسبتور في او اللايجن في مشكله ما بتاخدش بالتالي من قبل الريسبتور، وبالتالي ما قابل اللي هو ال دي ال كمان حنلاحظ بتجمع في البلاد بنسب عاليه. عشان كده حنلاحظ انه هو ايه ارتفاع عند الناس هذول، ارتفاع في نسبه الفي ال دي ال بالاضافه للاي دي ال او وبالاضافه طبعا للكالو مايكرون رامينانت، لانه من الاساس او احنا عمليه السحب للال دي ال فيها مشكله، وبالتالي ما قبل الوصول للال دي ال هنلاحظ انه بيرتفع في البلد يعني. الناس هذول ممكن يصل نسبه الكوليسترول عندهم ل 200 ل 300 ملي جرام بير دي سليتر، وممكن التراجلسرايد كمان. طبعا الكوليسترول بسبب الال دي ال اكيد، والال دي ال والفي ال دي ال بنسبه اقل. طبعا التراجلسرايد ترتفع بسبب اللي هو ايه في ال دي ال. هذول الناس طبعا associated with increased risk of peripheral vascular disease على اعتبار انه ال VLDL وال LDL عمال بيعمل circulation في البلد كمان يعني. بمعنى اخر الفكره انه ما اتخذش من قبل السيلز او التشو، وعشان كده هو بيمشي في البلد، وبالتالي عنده مجال انه يوصل لاماكن كثيره البريفرال بارت او التشو من البلد يعني. عشان كده بنلاحظ بتركز الجلطات في المناطق هذيك يعني. طبعا ديفينيتيف دايجنوستس اللي هو نحدد القياس اللي هو الايبو اي ايزوفورم سواء الايبو، طبعا عشان نشوف هل هو ايبو اي هوموجينس للاي 2 وهكذا يعني، ممكن باستخدام اللي هو
ايزو الكتريك فوكسينج او بي ان اي تايمينج. مشكلة تانية اللي الناس اللي بيكون ارتفاع عندهم في اللايب بروتين اي، تذكر كنا بنحكي عنه شكل معدل اللايب بروتين اي من ال ال دي ال، هذول بيكون الناس عندهم اللي هو ايه ايبو اي بروتين او ايبو اي اي بروتين، اللي هو عبارة عن ايه بيكون عامل لينكج من خلال السلفر بريدج مع اللي هو ايه بي 100، عشان كده هو شكل معدل من ال ال دي ال. وبعدين يعني في له ارتباط وثيق مع الكورناري فاسكولار ديزيز بطبيعه الحال، الكورناري ارتري او كورناري هارت ديزيز. خلينا نقول اللي هو الدراسات بتقول يعني اللي هو في علاقه ما بين ارتفاع مستوى اللايبوبروتين اي مع اللي هو الناس اللي بصير عندهم كورناري هارت ديزيز، طبعا مقارنه مع النورمال كنترول، يعني الناس اللي ما فيش عندهم مستوى عالي من اللايبوبروتين اي المقصود بالنورمال يعني. خلينا نقول اللي هو ايه لابو بروتين ايه اللي هو اعتبرناه بشكل معدل من ال ال دي ال، لانه هو نفسه، بس الفرق انه ايش البي 100 الموجود في ال ال دي ال يضاف له من خلال صرف البريت اللي هو الايبو اي بروتين. طبعا مساله جينيتك يعني بيكون ديفكت في البروتين نفسه الايبو اي يعني. خلينا نقول مشكله ثانيه الناس هذول اللي هو بسبب الهومولوجي، بنعيدها كمان مره مع البلازمونوجين. الناس طبعا وظيفه البلازمونوجين اللي هو البريكورسر للبلازمين اللي الوظيفه بتاعته انه يعمل لايسز للبلوت، هنا ما دام في عامل شبيه بالبلازمونوجين وفي الحاله هذول الايبو اي في هومولوجي في الاستراكشر بتاعهم، عشان كده بالسابق او بيجي مكان او نوع من الكومبيتيشن يعني مع البلازمونوجين، عشان كده بس مع الاندوثيليال سيلز بيجي مكان البلازمونوجين، وبالتالي اللي هو ايه بعطل عملية اللي هو اللايسز للكلوت. طبعا اذا اشتغل البلازمونوجين اللي بتحول لبلازمين هنا بتصير لايسز للكلوت، بس في ظل وجود حاجة مشابهة له اللي هو الايبو ايه هنا بيكون اسبق للتشو، وبالتالي بعطل عملية اللي هو ايه الكلوت لايسز، وعشان كده هذا علاقته بعملية هو البليك فورميشن يعني. حتى العلاجات اللي خلينا نقول تنعطى زي الاستاتين عشان تنزل مستوى ال دي ال ممكن ما تأثرش على مستوى اللي هو ايه، ما بتخفضش مستوى اللي هو اللايبوبروتين ايه طبيعة الحال يعني. ومع ذلك بضل العلاج خلينا نقول اللي هو ايه الشخص هذا ياخذ علاجات عشان تنزل مستوى ال دي ال. احنا بقولنا انه العلاجات هذه ما بتأثرش على اللايبوبروتين ايه حتى لو كان اللي هو ايه ال دي ال مستوى منخفض يعني، ومع ذلك بضل العلاج الموجود اللي هو ايه نعطي اي علاج اللي هو نخفض نسبه ال ال دي ال. الفكره انه تعامل في حاله مع ال ال دي ال رغم انه مش هو قد يكون سبب مشكله، المسبب مشكله ال دي ال، بس احنا عارفين انه لما يكون في ال دي ال موجود بيكون في شانس اعلى انه ينوجد او ينبنى عليه اللي هو اللايب بروتين ايه، لانه احنا في الحاله المبتدئه بنحكي اللي هو اللايب بروتين ايه شكل معدل من ايش من ال ال دي ال. عندنا موضوع ثاني اللي هو نان اتش دي ال كوليسترول، هنا بعني فيه الكوليسترول اللي موجود في كل شيء، في كل شيء ما عدا ال اتش دي ال. انا بعني الكوليسترول اللي موجود في تراجليسر، موجود في ال في ال دي ال، بعني في ال ال دي ال، في اي شيء في الفري كوليسترول حتى في البلاد ما عدا اللي موجود في الاتش دي ال اللي بنعتبره احنا جود كوليسترول يعني. وعشان كده خلينا نقول اللي هو ايه طبعا اللي هو حسب الدراسات بيقول يعني اذا كان ال دي ال الون يعني does not provide sufficient measure for atherogenesis اللي هو تكوين الجلطات يعني، خاصه لما يكون تريجليسرايد عالي. طبعا معناه الكلام هذا انه مش معناه بالضبط انه نقول ما فيش علاقه ما بين ال دي ال والاثيروسكلروسيس يعني، ما احنا اتفقنا من البدايه في علاقه قويه بينهم يعني، بس معناه الكلام بشكل ادق انه اذا كنا بنحكي مثلا عن 100 حاله، 100 حاله جبناهم عندهم اثيروسكلروسيس وفحصنا ال دي ال، يمكن حنلاقي 60 70 75 مثلا في المية منهم عندهم ارتفاع في نسبه ال دي ال، بضل عندنا 40 30% هذول ما فيش عندهم ارتفاع في ال دي ال. من وين اجت حكايه الاثيروسكلروسيس؟ هنا بنصير ندور عن شغلات تانية ممكن تكون ايه لها ارتباط اوثق، وهذا اللي بعني فيها انه ايه النان اتش دي ال كوليسترول. طبعا هذا لا تعني انه ما فيش علاقه ما بين الاثيروسكلروسيس وال دي ال، لكن العلاقه اقوى خلينا نقول ما بين النان اتش دي ال كوليسترول، يعني الكوليسترول موجود في كل شيء ما عدا اللي هو ايش في الاتش دي ال. خلينا نقول اللي هي نان اتش دي ال كوليسترول اللي بتعني اللي هو توتال كوليسترول، كل الكوليسترول موجود في الجسم،
بنطرح منه اللي هو الكوليسترول اللي موجود في الاجديال. يعني بمعنى اخر اللي هو الاي بي اي بو اي كونتيننج لايبوبروتين اللي فيها كوليسترول ال دي ال والبي ال دي ال والاي دي ال واللايبوبروتين اي، كل الاشياء هذه فيها كوليسترول. هذه طبعا بدنا نطرح قيمه الكوليسترول اللي فيها من ضمن او من التوتال كوليسترول عشان نحسب اللي هو ايه النون اتش دي ال كوليسترول. طيب اللي هو ايه الميزه الثانيه، الميزه الثانيه في النون اتش دي ال كوليسترول اللي هو ايه اللي هو طبعا ال ال دي ال على سبيل المثال لو كنا بدنا نحسبه من خلال فرايد وول ويجن اللي هي عباره عن، شوف المعادله كمان شويه، ممكن يكون او ما تكونش ام براكتيكال او ان براكتيكال حساب ال دي ال لما يكون نسبه التراجليسرايد عاليه اكثر من 400 على سبيل المثال. هنا المساله هذه اللي هو ايه ما بتاثرش بالمساله هذه اللي هو حساب النان اتش دي ال كوليسترول طبعا ريلابل وين ميجر ان النان فاستنج ستيت. طبعا النان فاستنج ستيت المقصود فيه انه الناس هذا عاده بيكون عندهم تراجليسرايد عالي، قلنا اذا كانت نسبه تراجليسرايد عاليه اكثر من 400 تحديدا 400 ملغ بير ديسيلتر هنا بيكون ان براكتيكال حساب اللي هو ال دي ال من خلال فرايد وولد ايكويجن. لكن هنا المساله هذه النان اتش دي ال كوليسترول ما بتاثرش بالمساله هذه بالنان فاستنج او بايه بارتفاع مستوى التراجليسرايد. خلينا نقول بشكل او باخر اون افريج في المتوسط يعني نان اتش دي ال كوليسترول اللي هو عادة بيكون أعلى عادة من اللي هو ال دي ال كوليسترول بحوالي 30 ملي جرام بير ديسيليتر. يعني ريسنتلي يعني الدراسات الحديثة بتقول إنه إيه نان اتش دي ال كوليسترول اسوشيتد ويز انكريز كورونري فاسكولار ديزيز حتى لو كان اللي هو ال دي ال عالي نورمال. طبعا هذا جبنا لكم إياها مثال إنه لما يكون عندنا واحد 100 شخص عندهم مثلا كورونري هارت ديزيز أو كورونري فاسكولار ديزيز ممكن 60-70% نلاقي عندهم ال دي ال عالي، بضل نسبه 30 او حاجه زي كده يعني ممكن ما يكونش نورمال عندهم. عشان كده ممكن اللي هو ايه الاتش دي ال يكون السبب او النون اتش دي ال كوليسترول ممكن يكون السبب في المشكله هذه او في الناس اللي يكون هذول عندهم ما تبقى. طبعا التانيين اللي عندهم ال دي ال ممكن يكون عندهم اكيد حيكون عندهم الاتش دي ال عالي بطبيعه الحال، لكن ما تبقى اللي عندهم ال دي ال نورمال يكون السبب اللي هو ايه ارتفاع في النان اتش دي ال كوليسترول. يعني حتى كلينيكال انو كلينيكال ستاديز نان اتش دي ال كوليسترول هاز بين فاوند تو بي اندبندنت بريدكتور فاكتور اوف كورونري فاسكولار ديزيز، وهذه العباره حكيناها كمان على اللايبوبروتين اي وعلى ال دي ال. يعني هو بحد ذاته ممكن يكون له علاقه وثيقه بالنان اتش دي كوليسترول مع الكورونري فاسكولار ديزيز. والناس اللي عندهم دايابيتس تحديدا كمان يعني ممكن يكون له علاقه اللي هو علاقته قويه مع الكورونري فاسكولار ديزيز النان اتش دي ال كوليسترول مقارنه مع ايه مع ال دي ال او التراجليسرايد. هنا بدنا نحكي عن مشكله ثانيه او مرض اللي هو هايبو بيتا لايبوبروتينيميا اللي هو ايه الناس اللي عندهم ديفيشنسي او لو في الليبيد بمعنى اخر. يعني احد المشاكل هذه الناس هذول اللي هو الديفكت في الايبو بي جين. طبعا الايبو بي جين اللي هو الجين اللي بصنع اللي هو ايش البي 100 اللي بينبنى عليه اللي هو، وبطبيعه الحال كمان اللي هو البي 100 واللي بيشتق منه اللي هو بي 48 طبيعه الحال تنعكس هذه في نقص تصنيع اللي هو ال دي ال والبي ال دي ال بالنسبه للبي 100 او الكالو مايكرون بالنسبه للبي 48. طبعا ما دام احنا بنحكي عن انخفاض في نسبه الدهون والكوليسترول هنا not generally associated with coronary heart disease. يعني خلينا نقول مسألة بتكون اللي هو A beta lipoproteinemia ممكن يكون السبب defect in microsomal transfer protein used for the synthesis of VLDL. يعني هنا أحد لما نصنع البروتين البي 100 وبدنا ننقله لل رف اندوبلازميك ريتيكولوم عشان نعمل له ترانسبورت بعد كده، يعني هنا بيكون في مشكله في اذر بروتين ممكن يساعد في اللي هو ايه في الترانسفير للبي 100 عشان بعد كده يستخدم في تصنيع اللي هو ايه ال دي ال والبي ال دي ال. طبعا اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردرز زي هايبو بيتا لايبوبروتينيميا مالوش علاقة أو not associated مع اللي هو coronary vascular disease، لكن خلينا نقول مشكلة تانية اللي بيعانوا منها الناس هذول عندهم هايبو بيتا لايبوبروتينيميا اللي هو neurologic and ophthalmologic
بروبلمز بسبب انه نقص الفيتامينز او ستيرويدال او الفات سولابل فيتامينز. هنا فيش عندهم مشكله في مشاكل قلب وشرايين، لكن عندهم مشكله ثانيه في الاعصاب، مشكله في النظر بمعنى اخر، بسبب حرمانهم من السولابل او الفات او ستيرويد فيتامينز بطبيعه الحال، لانه في مشكله في الايش يعني في الكالو ماكرون او غيره اللي بيعتمد عليه، او البي ال دي ال اللي يعتمد عليه في ايش في الميتابوليزم بتاع الدهون. يعني عندنا حاله ثانيه بنسميها هايبو الفا لايبوبروتينيميا، وهنا بنحكي اكيد اللي هو مساله تتعلق بالاتش دي ال او ديكريز ان سيركوليتنج اتش دي ال. اذا بتتذكر الميجر اي بروتين الموجود في الاتش دي ال اللي هو اي 1 ايبو اي 1، عاده بيكون الناس هذول اللي عندهم هايبو الفا لايبوبروتينيميا اللي هو HDL بيكون lower than 40 milligram per deciliter. طبعا مع عدم وجود اللي هو تراجليسرايد كمان. يعني اكيد المشكله بتكون في اشياء، واحد من الاشياء اللي بتلزم عشان نصنع اللي هو ال HDL، زي مثلا اللي هو الايبو اي على سبيل المثال. طبعا جينيتك ديفكت الايبو اي ميجر ايبو بروتين اللي موجود في الايه في ال HDL. طبعا ايبو اي بيلعب دور في عمليه انه ايه نسحب اللي هو الكوليسترول من البريفرال تيشو، زي ما شفنا في النظريتين اللي كنا بنحكي عنهم في عمليه كيف بيشتغل الاتش دي ال، او بخفف او بسحب الكوليسترول من البريفرال تيشو. الالكيك الكات اللي هو ضروري عشان يعمل استريفيكيشن للكوليسترول عشان يتعبى في داخل الاتش دي ال، او اللي هو الاي بي سي اي 1، وقلنا اللي هو هذه النظريه او احدث نظريه كيف اللي هو الاتش دي ال بسحب الكوليسترول من البريفرال تيشو من خلال اللي هو الاي بي سي اي اللي بيعدل في الممبرين بتاعه السيلز عشان يعطي مجال للايبو اي انه ايش تطلع كده من السيلز او من التيشو من الاتش دي ال ويسحب اللي هو الكوليسترول. خلينا نقول انه ديز ديفكت اسوشيتد وذ هاي ريسك اوف بريماتشور جينيتيك، طبعا كورونر هارت ديزيز. لكن خلينا نقول العلاقة هذه صح قوية، لكن مش بدرجة اللي هو ارتباط ما بين ال LDL أو ارتفاع ال LDL تحديدا مع اللي هو coronary heart disease. واحد من أشكال الهايبو ألفا لايبوبروتينيما اللي سميه تينجر ديزيز، وهي بنعيده كمان مرة، الناس هذول عندهم ديفشانس في الايبو اي، عشان كده ما بصنعوش كميات من ال HDL. الناس هذول بلاحظ عندهم انخفاض شديد في مستوى ال HDL، ممكن يصل لواحد لاثنين ملغرام بير ديسيليتر، خاصة لما يكون هوموزايجوس. يعني طبعا يترتب عليه انخفاض في مستوى اللي هو الكوليسترول بشكل عام. برضو الناس في نوع من الناس اللي بنسميه عندهم acute transitory اللي هو هايبو ألفا لايبوبروتينيميا، خاصة الناس هذول هوسبيتالايز في مستشفى يعني بسبب مثلا سيرجر أو فيرال انفكشن تحديدا. يعني هذه المسألة بتأثر على تصنيع أو قدرة الجسم على تصنيع الـ HDL، ولذلك لما بدنا نعمل الليبيد بروفايل يفضل لواحد لشخص لمريض يفضل أنه بعد ما يطلع من المستشفى، أو بمعنى آخر ما يكونش hospitalized، لأنه خاصة كان عامل سيرجري أو عنده viral infection، لأنه هذا هتأثر على قيمة الـ HDL والكوليسترول اللي فيه. آخر بند بدي أحكي عنه إن شاء الله اللي هو الكوليسترول ميجرمنت وتراجليسرايد ميجرمنت. بالنسبه للكوليسترول ميجرمنت، خلينا نقول اللي هو يفضل بريفيرد، بحكي يوجوالي بريفيرد اللي هو فاستنج فور ات ليست 12 اورز 12 ساعه. طبعا المساله هذه مش مانداتوري، يعني يفضل انه يكون فاستنج، لانه عاده لما بدي اقيس الليبيد بروفايل والكوليسترول بقيس الكوليسترول لحاله، بقيس مع اشياء ثانيه زي الليبيد والتريجليسرايد، وهذه بنسميها الفاستنج. لكن ككوليسترول لوحده يفضل انه يكون فاستنج، لكن حتى لو ما كانش فاستنج does not usually significantly change after meal. يعني لو ما كانش فاستنج مش هنلاحظ الكوليسترول لوحده هتتاثر قيمته. الافضل انه يكون فاستنج بس مش شرط اساسي. يعني طبعا ممكن نتخيل السبب في المساله زي كده، يعني لانه الكوليسترول بيجي من شغل اللي هو ايه بشكل اساسي من بعد شغل اللي هو او من شغل كالو مايكرون. طبعا احنا لما الجسم بتناول كالو مايكرون طبعا بتأكد بتأثر بالفاستنج، وشوف كيف اللفة هذه الجسم بده يعمل عملية absorption بالاكزوجينوس باثوي عشان يتخلص من دون تراجليسرايد، وبعد كده بدنا ننتقل لل VLDL عشان نتخلص من او نتعامل مع الاندوجينوس تراجليسرايد. شوف الفترة الزمنية ما بين الواحد دايتري والاكل، يعني ما بين نصل لمرحلة انه ننهي عملية الميتابوليزم لل VLDL ونبدأ في ال VLDL. هنا بنحكي عن اللي هو يمكن 10 ل 12 ساعة
اللي لازم. لكن بحال مبتدأ خلينا نقول كمان مرة الفاستنج بريفير، بس ما هواش ايش الزامي او عمل او يعني شرط لعملية اللي هو الكوليسترول تحديدا، بس تراجليسرايد المسألة تختلف، should be fasting او fasting sample، لانه التراجليسرايد زي ما انتم شايفين بتأثر بالاكل، الكالومايكرون اللي هي نتيجة اللي هو بيزيد نتيجة الاكل او تحمل التراجليسرايد اللي جاي من الاكل يعني. هنا عملية الديترمينيشن للكوليسترول والحاجات اللي زي كده بدي اسيبها لكم يعني، هذه بتشوفوها في المانيوال بتاع الكيت والحاجات اللي زي كده، وكلها بتعتمد على انزيمات، مش مشكلة احكي بالنسبة لكم يعني. بس هنا بدي احكي على ال LDL الكوليسترول الفرايد وولد اكويجن اللي حكينا عنها اكثر من مرة يعني، اللي هي عملية الحساب ال LDL، ال LDL كوليسترول عملية حسابية يعني. طبعا الفكرة انه ايه، بدنا نجمع التوتال كوليسترول اللي موجود في ال في الفري في البلاد وفي ال VLDL وفي الكالوماكرون وفي غيره وفي غيره، طبيعة الحال وال HDL، بدنا نحسب التوتال كوليسترول ونطرح منه اللي هو ايه الكوليسترول اللي في الموجود في ال HDL واللي موجود في الايش في ال VLDL. هنا تراجليسرايد على 5، هذه بتفترض انه قيمة ال VLDL، قيمة ال VLDL اللي هي عبارة عن تراجليسرايد على 5، هذه المعادلة او هذه القيمة ممكن تمشي لغاية اللي هو نسبة اللي هو تراجليسرايد 400، اكتر من كده بصير تختلف المسألة هذه. عشان كده المعادلة كلها الفرايد وولد اكويجن نوت ابليكابل لما يكون تراجليسرايد اعلى من 400. كمان مرة ال LDL كوليسترول عملية حسابية اللي هو التوتال كوليسترول، وبنطرح منه اللي الكوليسترول موجود في ال HDL بالإضافة للكوليسترول اللي هو موجود في ال VLDL، واللي بنفترض قيمته ال VLDL اللي هو تراجليسرايد على 5، هذا in case انه ايه التراجليسرايد ما تعداش حاجز اللي هو ال 400 وكده. بعطيكم له معادلة حسابية يعني كمثال للمسألة هذه، توتال كوليسترول ممكن 350، التراجليسرايد 150، ال HDL كوليسترول 30. طبعا لما بدنا نحسب اللي هو ال LDL التوتال كوليسترول 350، ومطروح منه اللي هو الكوليسترول اللي موجود في ال LDL واللي موجود في الايش في ال VLDL، في النتيجة اللي هو التوتال LDL عبارة عن 290. كده بنكون انهيت اللي هو المعادلة اللي أو سوري يعني انهينا الموضوع الشابتر اللايبوبروتين. اي استفسار اي شيء ممكن تتواصلوا معي من خلال المجموعة اللي انتم عاملينها بالتأكيد يعني. كده بقول يعطيكم العافية، وإن شاء الله المحاضرة الجاية بنلتقي بشطر جديد. يعطيكم العافية، السلام عليكم.